أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي. شكرا شكرا شكرا. مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم أولادنا تحت جناحنا. أولادنا تحت جناحنا أردناها حصة بسيطة موجهة للأولياء. بالمرات الأب ولا الأم ولا أي ولي أمر محتاج نصيحة بسيطة. احنا من هذا المنبر هذا مع أخصائيين نحاول نسهلوا عليكم المعيشة ونسهلوا عليكم تربية أولادكم اللي هما أولادنا. موضوع اليوم موضوع مهم، هو موضوع الحساسية التنفسية لزالغجي غسبيغاتوار، وكذلك نتكلموا على الربو عند الرضيع لاسم عند لو نوريسون. راح يرافقني أخصائيين اليوم، راح تكون معنا طبيبة الأطفال السيدة شفعي سميرة. تفضلي مدام. مرحبا بك. مرحبا بك مدام، شرفتينا 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 مدام. الله يخليك. معنا كذلك الأستاذة علجية جيلاني. مرحبا بك، 17 سنة في التربية والتعليم. مرحبا بك أستاذة، تفضلي. كذلك ترافقنا ضيفتنا هنية فاحي أخصائية في علم النفس. مرحبا بك مدام، شرفتينا. تفضلي مدام، تفضلي. ومعنا اليوم تجربة حية أم اللي هي جدال شهرزاد. مرحبا بك مدام، مرحبا بك. تفضلي مدام، شرفتينا. أسمك. في كل حصة نستضيف طفل ولا طفلة باش يدير الواجبات المدرسية في هذا المكتب الجميل هذا. اليوم معنا عبد الرحمن. تعال عبد الرحمن، أروح وليدي، أروح. واش راك عبد الرحمن؟ لاباس وليدي؟ واش راك؟ لاباس. شحال في عمرك عبد الرحمن؟ 8 سنوات. واش سنة تدرس؟ ثالثة ابتدائي. ثالثة، شاطر أنت في الدراسة نتاعك؟ نعم. شحال جبت المعدل؟ 8.10. برافو عبد الرحمن. أنت منظم في الوقت نتاعك تاع الواجبات المدرسية ولا حتى يقولوا لك راح تقرا؟ لا. منظم؟ نعم. وعندك وقت مخصص للعب وكامل؟ نعم. تلعب شوية تقرا شوية؟ نعم. شاطر وليدي شاطر. إذا عبد الرحمن روح دير الواجبات المدرسية تاعك في هذاك المكتب الجميل، وانتم يا أطفال هذا هو الوقت اللي تروحوا ديروا فيه الواجبات المدرسية تاعك. شكرا. إذا الموضوع اليوم كما ذكرت من قبل هو الحساسية التنفسية لاليرجي ريسبيغاتوار والربو عند الرضيع يعني لاسم دو نوريسون. راح يرافقني اليوم أخصائيين باش نتكلموا على هذا الموضوع مهم، وإن شاء الله نقدروا نعطيكم نصائح في آخر هذه الحصة وخلال هذه الحصة كذلك. ماذا بيا نبدأ معك دكتورة شفعي سميرة. حبينا الناس تعرف واش هي هذه الحساسية التنفسية، وقتاش هذه الحساسية التنفسية تكون مرض يعني باثولوجي، وقتاش الأولياء لازم يكون عندهم ارتباك، وقتاش الأولياء نقول لهم بلي هذه حاجة ماهيش حاجة يعني خطيرة وكامل. ماذا بيا تعرفينا الحساسية التنفسية، وعلاش من قبيلة كنا نتكلموا تكلمتي لي على لاسم دو نوريسون يعني الربو عند الرضيع، علاش الرضيع بالذات؟ ماذا بيا نتكلموا على هذه النقطة هذه. تكلمي تفضلي أستاذة. الخير عليكم. دونك ميرسي بوغ لانفيتاسيون. مرحبا بك. يسلمك. دونك لاليرجي ريسبيراتوار ولا الحساسيه عند الطفل نتكلموا عليها باسكو يعني راهي موجوده بكثره، وراهي يعني كل عام تزيد، لا فريكونس تاعها تزيد مع الوقت. هذا ناتج لعوامل طبيعيه والتطور الصناعي الموجود حاليا. دونك بوغ لاليرجي ريسبيراتوار كاين نوعين اللي هما مهمين يعني نلقاوهم بكثره عند الاطفال. هي لا غينيت اليرجيك، دونك الحساسيه تاع الانف اللي تجي عند الاطفال يعني يقولوا يكونوا شويه كبار 3-4 اي بلوس كبار. دونك الاعراض تاعها يعني لا بليبار تاع الناس تعرفوا يعرفوهم، يعطس فوالا. الام كي تجي تقول لك وليدي عنده حساسيه، كيفاش يعطس طول طون، نيفو بوشي طول طون على الوقت كامل، ولا يسيل
دونك وليدي نيفو يسيل طول طون طول طون سي با ماشي لا غريب باسكو لا غريب سي 3 ايام 4 ايام اون سيمين ويبرا دونك نيفو طول طون يسيل ولا غريب مع الحمى مع الاخر بالك فوالا مي هادي سي طول طون كيما نقولوا في لا بيريود كاين اوقات تاع الوقت الربيع اللي رانا تكون تزيد فيه الحساسيه دونك هذا الوقت كامل الانفو يكون يسيل تقول لك سي با نورمال سنيتي برا يبرا ما براش وي سو غرات ومن بعد مع الـ 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 مع الوقت مع الوقت يعني هذه علاش نهضرت عليها مهمه باسكو هي تقدر تكون سبب في الـ في الـ في لازم في ديكلونشمون دو لازم عند لونفون كيما نقولوا كيما نقولوا حنا كيما فهموا لي بارون نقولوا لهم تهبط هذيك الحساسيه تهبط للصدر سا ديكلونش ان ازم عندهم دونك لازم يقدر يجي في اي سن لا يقدر يجي في اي سن ماشي شرط ماشي شرط ماشي شرط ان بيبي باش يولي يقدر ان انفون دو 10 يعني كان بيان ما عنده حتى اعراض على جو 10 يبو ديكلونشي يدير اون كريز داكور مي يكون عنده عوامل عوامل وراثيه منها الحساسيه عند الاباء عند الاخوه اذا كانوا خاوتو الوالدين في لا فامي عندهم الحساسيه يقدر هو عنده نسبه عاليه اكثر من شخص عادي باش يدير اناز داكور داكور وهاد الحساسيه هادي تداوى بيان سور يعني لازم مباشره لازم كاين دواء كاين مي لازم تداوى جوستومون بوغ يعني نبارل على الحساسيه باش ما تلحقش حتى لاس باش ما ديكلونشيش لازم تاعنا وما لحقوش يعني تريتمون باسكو لازم يعني الدواء تاعو يطلب وقت يطلب كيما نقولوا دي تكنيك يطلب مجهود اكثر من لا غينيت اليرجيك هي سامبل يعني كاين دواء الشراب ولا دي غو تاع الحساسيه وكاين هذيك بخاخه تاع الانف اللي يديرها دائما داكور جوست كاين برك زوج انواع تاع الحساسيه تاع الانف كاين اللي تجي في وقت برك يقولوا تاع الربيع تاع الشتاء وتروح وكاين يقولها بيغ انويل سادير على العام الطفل اللي نيفوسيل عنده حساسيه وهذه تاثر يعني ما نقولوش حاجه تاثر على الطفل اللي يكون يدرس باسكو نيفو طول طون بوشي ما يقدرش يتنفس عادي تو دونك في المدرسه تجينيه بوغ لي كور في الليل ما يرقدش بيان الطفل دونك تتاثر على سا روتونتي على لا سكولاريتي دو لونفون تري بيان تري بيان ماذا بيان بعد نعاود نرجع لك على كما تكلمنا من قبيله على لاسم دو نوريسون يعني الربو عند الرضيع باش نتكلموا عليه ماذا بيا استاذه هنيه تفاحي حبيتك الى قدرنا نتكلموا على كيفاش النفسيه نتاع اولياء وليدهم عنده مثلا الربو يعني لاسم ولا تجوه الكريس في الليل قادر يروح يجري به السبيطار قادر يعني انا نعرف بعض الاصدقاء وكامل عندهم ولادهم بعد الشر عندهم لاسم وكامل يعني حياتهم صعبه يعني كيديروا الكريز وكامل شيء صعيب يعني ماذا بينا وكان نتكلموا شويه على النفسيه نتاعهم كيفاش تكون حتى نفسيه الطفل يعني وكيفاش يقدروا يتعاملوا مع هذا الشيء هذا باش نسهلوا لهم شويه الامور نعم شكرا بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على هذه الاستضافة والله يعني موضوع الحساسية يومنا هذا زادت النسبة تاعو ومن الناحية النفسية يجونا بزاف يتصلوا بنا ليبيدياتر بيان سور حنا نخدموا في مستشفى دويرة يقول لك طفل جاتو اون كريز دازم سورتو لا كريز الاولانيه اذا كانت كما الدكتوره اللي دارت كيما نقولوا 8 سنين ولا جا اون كريز يعني حاجه سورتو كي يكون جاتو على غيله وكبير بون اللي كان صغير على بالنا باللي عنده بطل. مي واحد جي كريز داز نلقاو ديجا الاهل نلقاهم في رعب نلقاهم في رعب ارتباك كبير ما عندهمش واش ترى هما ما يعرفوش واش يديروا الحاجه الاولى انها تقول لك الام انها لما تخرج فيها تلقاها مقلقه تقول لك راح يتخنق وليدي يموت بالضبط وغالا البونسا سا استاذ هي تشوف الموت مباشره بالضبط حنا في هذيك اللحظات يعني ناخذ الام على جهه والطفل بيان سور يكون يديروا له لايغوسول باش يقدر يعاود اللون تاعو يولي لون عادي الى غير ذلك وبعد ناخذ اون شارج لي بارون اللي لازم نوصوهم ان يعني الحساسيه الانسان لازم يستحفظ برك باش ما يلحقش لهذيك درجه الهلع والقلق لانه قد ما تكون درجه الهلع والقلق اكثر الطفل يشوفها في اعين الوالدين بالضبط. هو يزيد يولي اكثر ولازم ينتبهوا ايضا بين باغ اكزومبل تكون عنده لا كريس كما نقولوا ازمه انيه وحاليه ولا كاين طفل اللي باغ اكزومبل يبروفيت في لي زيموسيون تاع لي بارون غير يقولوا له حاجه يقول لهم ضاقت فيا النفس
هنا يفو فيغ تخيز اتونسيون افيك لي زونف. بالضبط، يسيبها فرصه يعني. يسيبها فرصه لان الام دائما تقول لك الطفل المريض شغل دائما دايراتو حاله خاصه لازم نهتم به تعتني به فوق الحد، وهي في نفس الوقت هي تخسر في هذيك السلوكات اللي لازم لازمش تفشوا اكثر من اللازم. احنا با عنده لا كريز دازم الا سون تريتمون بيان سور، وكاين حوايج عندها درجات ولازم نعدلوا في نفس الوقت، لان الاطفال اللي عندهم نوع من هذا المرض وعباره عن مرض مزمن وعنده وقت طويل باش يطلب العلاج، ولكن الطفل اذا دخل في هذيك الدوامه ما حش يخرج منها. لازم لي بارون منين ماشي منين داك طول طون راك مريض راك تاخذ لو تريتمون، بصح يكون هذا الطفل عنده سلوك معتدل باش ما يعييهمش. جميل جميل جميل، شكرا شكرا استاذه هنيه تفاحي. تكلمنا على المدرسة وكامل، ويعني هاد لي كريز هادو الأزمات هادو التنفسية وكامل يعني عندهم تأثير مباشر على التحصيل الدراسي. هنا نوصل لك أستاذة علجية جيلاني 17 سنة في سلك التعليم. حبيت لو كان تتكلمينا بصفة خاصة وصفة عامة، يعني كي يكون طفل عنده مثلا الربو، نتكلموا على طفل معروف باللي عنده الربو كامل لازم، هل الأولياء عندهم دراية يعني يخبروا المدرسة؟ يا هل ترى المربي عنده دراية على باله بلي الطفل هذا عنده لاسم؟ ويا هل ترى المؤسسة واقفة يعني من بعد نشوفوا مع الدكتورة وش هما الوسائل اللي يعني اللي يداويوا بهم يعني لايروسول وكامل ما نشوفهم؟ هل المربي يقول للتلميذ لازم تجيب لايروسول تاعك، يراقب عنده ما عندوش؟ هل مرة على مرة صارت لكم كريز هكذا وين عيطوا بالك سيارة الإسعاف ولا؟ حبيت نعرف كيفاش المنظومة التربوية وانتم خاصة تتعاملوا مع هذه الأزمات التنفسية هذه. تفضلي أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للاستضافة. مرحبا. الحقيقة في الأول في أوائل الأمور يعني في البداية تاع المشوار تاعي ما كنا احنا نبحثوا على التلاميذ البيت تاعهم، نعيطوا الأولياء باش نشوفوا لي كا سبيسيو تاع. اسكو يقولوا لكم بلي وليدي عنده لازم؟ ماشي لازم، لازم. إيه. في الاول حنا كنا نبحثوا المرات ما يقولوا لكمش ولا حتى تشوفوا لي دارين كيز لازم. دوك عندنا دي زامبريمي دوك عندنا دي زامبريمي نبعثوهم لي بارون يعطونا كامل لي ديتاي تاع التلميذ، وحنا لازم نكونوا على درايه اساسيه اساسيه، وحنا لازم نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع التلميذ باش ما نغلطوش مع التلميذ. التلميذ عنده مرض معين وتتعامل معاه كواحد عادي ما عندوش مرض، حتى لو كان هذاك المرض يكون عارض مثلا يجوا يقولوا لنا باللي هذا الاسبوع هذا راهو عنده هذه يعني الى شتي اعراض عليه ساع فيه ولا شوف كيفاش ديري له، ولا هما يكونوا ديجا اتصلوا بالطبيب. الان احنا في المدرسه في المدارس كامل عندنا لي زامبريمي هذو ويسهلوا لنا بزاف الامور. يعني تعرف الطفل اللي عنده خاصه مرض السكري ولا الربو الملفات تاع التلاميذ نعرفوا هذا واش عنده هذا واش عنده هذا واش عنده، اذا احنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع التلاميذ. احيانا يجوا ديكا بعض الاولياء يجوا يبعثوا لنا يعيطوا لنا في الباب هاكوا الدواء واش ديروا لهم زعما في الاستراحه، الا شتي العارض هذا يتكون وصلت الطبيبه مقبل وصلت الولي ولا الوليه، اذا شتي هذا العارض هذا هذا واش ديري له، ولا انا نجي ندير له في الاستراحه ولا نتصلوا بهم. يعني الحمد لله دركا يعني رانا في مهمه سهله ويعني تطورت الامور يعني تطورت. الوالدين ساهموا الوالدين باسكو هذا هو الشيء، لازم الاولياء دائما يساهموا باش يسهلوا مهمه المربي. يعني وعندي انا في القسم تاعي عندي انكا كيما هذا عندك انكا ازماتيك تشوفي الا جاب لايروسول يتغيب وهو مجتهد ما شاء الله عليه، والغيابات هذو ياثروا عليه قليل بصح لو كان جا واحد متوسط ياثروا عليه بزاف. داكور، اذا هنا هذا الرب وهذا وهذا المرض هذا ياثر على التحصيل العلمي تاع التلميذ. بالضبط بالضبط. اذا هذا التلميذ جاوه دي كريز في القسم؟ في القسم لا، النهار اللي يكونوا عنده دي كريز اللي يمه دائما ما تبعثوش وتعيط تتصل بالاداره تقول بلي التلميذ هذا لسبب معين، ولا تبعث وصفه الدواء من بعد ولا تبعث لنا ورقه، يعني كاين اتصال الحمد لله دوكا. داكور، يعني الى يومنا ما دارش كريز خدام صحابه داخل المدرسه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لانه مما نفكر في هذا انه التلميذ يدير كريز خدام صحابه كامل يعني ممكن يكون عندهم هلع، ممكن لانه خاصه يعني كريز ازمه تنفس يعني تحس بلي يتخنق، ممكن الطفل هذاك يديفلوبي يعني تكون عنده سلبي. ازمه من بعد وكامل كيشوف. شكرا شكرا استاذه جلالي علجيه على هذه المعلومات. احنا اليوم استضفنا السيدة جدال شهرزاد، مرحبا بك كأم
مادام هنا انت حاله حيه، يعني تجربه حيه، حبيناك تكلمينا على التجربه نتاعك، وقتاش عرفتي باللي طفلك يعني عنده الاسم، عنده الربو، وكيفاش تعاملتوا معاه؟ هل ترى عرفتوه في الوقت المناسب، ما عرفتوش في الوقت المناسب؟ ماذا بينا تكلمي على الحاله نتاعك هذه تاع الطفل نتاعك. ماذا بك؟ تفضلي. السلام عليكم. مرحبا بك مدام. نشكركم على الحصه هذه التربويه. ربي يطول عمرك. دعمو يزيد. ربي يخليك. انا عندي طفل صغير كان عنده مزاك معلومه مازال ما زادش. شحال في عمره دركا؟ دركا عنده 6 سنين. ايه، وقتاش عرفتوا بلي عنده الاسم؟ ما عرفناش مع الاول، حتى كي زاد باش نحاولوا لي في السبيطار، وقالوا لي باللي لازم نشدوا عندنا خطر عنده أزماتيك حادة في صدره. عنده شحال كان في عمره كي قالوا لك عنده الاسم؟ كان عنده يومين برك كيف يقولوا. يومين فقولوا. كي زاد فقولوا يومين. بحثوا ارجونس سبيطار. تاع لي بيبي، تاع لي صغار، تاع زميلي. شدوه ثم نحاوه لي. شدوه وخلاوه عندهم. قعد شهرين في السبيطار عندهم. وبشويه كل يوم يقول لي مدام هاو بشويه يتحسن بشنو بالبومبات مسكين برك. يعني يديروا وتشكات تاوعه. يعني الدواء. ودواء تاعو. ومن بعد وقتاش رجعوه لك؟ حتى ولا عنده 3 شهور. 3 شهور. باش عطاوه لي. ومن بعد؟ وعطاوني كيفاش نتعامل معاه، وقالوا لي عنده شغل ازماتيك، شغل حاده في صدره، ميكروب حاد. داكور. عنده شغل في صدره. داكور. باش تما عطاوني 2 بخاخات، واحده تشينيه صباح نديرها. ايه. وواحده الحشيه نديرها ثاني زرقاء تاع الليل. داكور. بالله نحسب بالثواني. وعنده دواء تاعو. نمشي دائما معاه. داكور. ولي كريز نتاعو يعني الازمات اللي كان يديرهم ينقصوا راهم يتباعدوا؟ لا لا دوكا الحمد لله. الحمد لله راه في تحسن. شنو تبحتوا ما خليتوش يتشمخ ثاني. نعسوا على خاوتو، نبعدوا على حاجه تاع الميديتي. داكور. هادو لازم بعد الميديتي. ودركا شحال راه وقت باش يدير ازمه مثلا؟ شحال؟ يبطى بين 15 يوم، يبطى لي 2 سمانات 3 سمانات باش نديه السبيطار يدير الله يغاصو. والازمه كيديرها يديرها حاده، يعني تحسيه بلي راح يتخنق. يتخنق وكل حاجه، حتى لازم نرفدو نديه السبيطار لازم. ما تقدرش مهما بالبخاخات وكلش بصح ما يفيدوش فيه خطرات، لازم نديه للسبيطار باش باش يولي لي مليح. الله يبارك. الله يستر. بالتوفيق ان شاء الله. ربي يشافيه ان شاء الله. ربي يشافيه. ماذا بيا نرجع لك دكتوره، كي السيده جدال قالت لنا باللي كان عنده نزم ايكو، يعني ازمات حاده وكامل. احنا حبينا توضحي لنا واش هو هذا الربو، هذا لازم، وكيفاش يكون عند الرضيع، واسكو يداوى، اسكو يداوى، وكيفاش هذا الطفل هذا يقدر يتعايش مع هذه الحاله هذه، واسكو كاين ازم بلوز ايكو كانوتر، يعني حاد اكثر من الاخر. تفضلي دكتوره. تفضلك. دونك لازم جو نوريسون، دونك على لازم لا كريز عند الرضيع، باش نقولوا هذا الرضيع عنده اون كريز دازم، ان ازم بلوتو، لازم يكون دار 3 مرات سكون ابيل برونكيوليت. يعني دوكا بزاف الامهات تو يعرفوا لا برونكيوليت. لا برونكيوليت سي طفل باغ اكزومبل يمر لا غريب، من بعدها يبدا يسعل وصدرو يصفر. دونك التصفى تقول لك يجي تقول لك صدرو راهو يصفر. دونك هادي سي اون برونكيوليت. بون كيما نقولوا عند الكبار يديروا اون برونشيت، الصغار اسمها برونكيوليت. دونك لازم يدير 3 مرات. دونك او بو دو لا ترويزيام فوا باش نقولوا بلي هذا الرضيع الي ازماتيك. داك وهاد 3 مرات يديرهم في مده شحال؟ با امبورت المده. يعني شهر ولا سمانه ولا 15 يوم؟ نو يديرهم قولوا شاك موا يدير 3 موا دانترفال، ولا ليسونسيال ما يلحقش لاج تاع عامين ودار 3 مرات. باغ اكزومبل دار 5 موا ويدير في العام ويدير في عام ونص. دونك لا ترويزيام سي تان نازماتيك. دونك هنا وين المتابعه مهمه، يعني بيان سور فريمون سويفر لونفون هذا. دونك يعني المتابعه مش هنا في الثروزيام فوا، حنا في لا دوزيام فوا كي نشوفوا الطفل راهو دار اون برونكيوليت المره الاولى، زاد دار لا دوزيام فوا، اوب اون فات كيما نقولوا اون تير لا سونا دالارم. داكور. نحوسوا في العائله الا كان حساسيه ايتو، تما نبداو نديروا كيما نقولوا دواء خفيف برك، حاجه باش ما يوصلش اللازم. داكور. كي يوصل خلاص نقولوا نازماتيك سي بون. ايه. تما لازم له دواء خاص كيما قالت السيده، كاين لو سكون ابل لو تريتمون انالي، الدواء البخاخات اللي يستعملوها لي زازماتيك. وهذا يعني نقول الام لي بارون كيما الاب والام لي دو، باسكو كاين بزاف يخافوه. كاين دي بارون يجونا اون كونسلتاسيون نقولوا له وليدك عنده ازماتيك نديروا البخاخه، يروح يخرج ما يديرهاش، الى ريفوزي هذا لو تريتمون بوغ لوي. كيدير وليدو بخاخه الي ازماتيك يقعد بها افي حياته كامل. بالضبط. لازم تبسيط هذا. نو
سي با انا سكو جو دي امي مالاد سي با فاتاليتي يعني وي انا نقولو مي مالاد سي با سي با لا بومب اللي تحكم فيه سي المرض اللي يحكم فيه دونك وليدها قعد الي ديفوني كان دار الى فيه ناس دو نوريسون ومن بعد قعد ازماتيك دونك المرض قعد فيه باسكو كاين عوامل تاع لافيرونمون كاين عوامل عائليه اي تو شد فيه مي لو كان كي صدير ما تكونش ناخذوه اون شارج في الديبي من الاول اللي يدير دو تاعو بانتظام هذيك البخاخه يقدر لازم دو نوريسون بو غيغيغ يعني يقدر يبرا 50% دي زونفون دي نوريسون يبيف غيغيغ يبراو يبراو واحد على اثنين يقدروا يبراو على بارتيغ دو لاج دو 3 ان 4 ان يولي طفل عادي كيما كل الاطفال اوكي داكور وشو لو تريتمون هذا سي لو تريتمون انالي تريتمون انالي دونك هو دواء كاين بزاف كاين زوج بخاخات نقدروا نشوفوا شي حاجه بون انا جي لا شومبر دينالاسيون معلش ماذا بينا تفهمينا باش نقولوا لها باش نبسطوا لهم حنايا الاولياء باش هكذاك ما يخافوش الوغ كاين البخاخات كاين البخاخه الزرقاء كما نفهموا كاين الزرقاء وكاين في الزرقاء هي عباره عن يعني بزاف ناس يعرفوها السالبيتامول سي لا فونتولين داكور سي دو سالبيتامول انالي الوغ كي يكونوا صغار مثل نقدروا نعطوا لهم سيرو تاع شراب تاع سالبيتامول كي تعطي له البخاخه يقول لك لا ما نديرش وليدي بصح نقول وليدك كان يشرب سالبيتامول ايه نقول لك سي لا ميم شوز نفس الشيء اللي راهو في البخاخه نفس الدواء برك الطريقه سي لا فوا انالي يعني تنفسها الطفل الوغ او كونترير نقول لهم كي تحكم وليدك ودير له البخاخه سي اون دو مينوت يسرا سولاجي يتحسن لي سيمبتوم تاعو تنقص له السعرات تنقص له النهجه هذيك اللي ما يقدر ضيق تاع التنفس ديالو الوغ كو باش كي يشرب الشراب هذاك يشربو يفوا اتوندغ كي يوصل كيما نقولوا ليستوما لابسوربسيون في الدم اي تو باش يدير لي في دونك سا فا بروندغ دو تون ساعه ولا باش يكون مفعول الوغ نقول له واش تخير دو مينوت وليدك يريح ولا تخير ساعه وباش يستريح دونك كي كومام اون اريف ا لي كونفينكر مع الوقت والنوع الثاني دونك هذا لا فونتولين سي بور لا كريز دونك اون فوا الطفل كي يبدا يسعل يبدا يصفر صدرو يبدا النهجه يمضايق في النفس نحكمو هذيك لا فونتولين ونديرو له مده 5 ايام حتى كيما نقولوا يروحوا له الاعراض لو دوزيام تريتمون سي كيما نقولوا سي لو تريتمون دو فون لو تريتمون دو فون هذا الطفل يديرو مده يعني مش مده 5 ايام ولا 10 ايام ولا هذا يديرو كيما نقولوا على طول مده 3 شهور 6 شهور حتى العام ايتو باش يريح يدير كل يوم ولا كيفاش يدير؟ كل يوم كل يوم عنده السيده قالت عندي الاورانج فليكسوتيد دونك يدير وحده صباح وحده في الليل داكور هذا تخدم هذا كل يوم يديرها باش الطفل يتحسن دونك يولي يدير موان دو كريز داكور يدير موان دو كريز دونك او ليو باش يدير كل 15 يوم شهر سي با نورمال صحيح سي با نورمال مازال سو تريتمون ويدير ماشي عادي دونك اي با كونترولي لازم تعاودي تشوفي مع الطبيب تاعو لي دوز اي تو ومام مش غير لا دوز طريقه باسكو البخاخه كيفاش نستعملوها لا شومبر اسكو اون بو افوار ان انفون برك اه طفل تفضل وليدي يلا سادي فو طفل يلا دونك البخاخه الاورانج تاعك ولا لا بلو لازم توجور كيما نقولوا لهم يخلطوها بيان داكور دونك هاو ليك الجهاز اطلع وليدي اطلع ودور الكاميرا فوالا دور الكاميرا منا فوالا دونك يفوا اجيتي هاي لا شومبر دينالاسيون دونك دخلتوا هذيك البخاخه هكذا وعندها وين تدخل هنايا داكور فوالا اون انتروديوي هذا لو ماسك بون هو الطفل شويه كبير مي كيكون رضاع لازم دو نوريسون لازم ندير الماسك باسكو الطفل ما يقدرش يشد داكور هو نقدر نشد يديرها شد ماما دخل داخل فمك فوالا يقدر يشدها مي ان نوريسون ما يقدرش يشدها لي داكور داكور كي يكون رضيع نديروا له هذاك الماسك نديروا له لو ماسك باش تشد بيان الوغ واش ندير دونك نعبز خطره ونحسب حتى العشره داكور واحد زوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره في هذا الوقت اللي راني نحسب الطفل ديالي راهو يتنفس دونك الدواء اللي خرجتو هنايا هاو الدواء هنا الطفل تاعي لو يتنفس فيه دونك راهو محجوز في هذا الاخر يفا لو ريسبيري دونك يجوز كامل الكميه ديالو 10 ثواني ابوبري فوالا اون 10 سكوند قولي ديون دونك دي اون كونت جوسكا 10 ومن بعد نعاودو في الليل نعاودو لا ميم شوز
فوالا. مره صباح مره عشيه. صباح مره صباح مره عشيه على حسب الحاله، ونقصوا ابخي مع الوقت كي تشوفوا الطفل يتحسن نقدروا نقصوا حتى الانفا في الخطره في النهار. باغ كونطخ لافونتولين الزرقاء يديروها ثلاث مرات في اليوم. في اليوم. بخات ثلاث مرات في اليوم. فوالا. سي بون ميرسي بليدي. شكرا بليدي، شكرا شكرا شكرا. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. أستاذة جدال، مدام جدال مرحبا بك. هل والدك كان متابع بنفس الطرق اللي تقول فيهم الدكتوره ولا مختلفه شويه؟ لا لا، نفس الطرق اللي تهضر عليها الطرق. نفس الطرق. الدكتوره استغربت مقبله، باسكو من المفروض اذا كان الرضيع اكتشفوا له باللي عنده ديكريز وهو صغير، من المفروض انه دركا لي كريز تاعو ما يكونوش كل 15 يوم كل شهر. هذا هو الامر. بصح هو شغل كي تكون الميديتي في الدار. ايه. هي طبيبه فهمتني، قالت لي كي تكون الميديتي في الدار الطفل يقعد مريض. يعني شغل كي ديري باطل هذوك العوامل اللي تؤدي سا ديكلونش لا كريز ولا تخلي سا بيرسيست. الرطوبه لا غريب في لا بيريود، فلا نشوفوا في الشتا يديروا بزاف باسكو لا غريب الدار كامل كيمرضوا بلا غريب. هو عنده حساسيه يتحسس، دونك انا نمرض غريب عادي، بصح هو كي نعدي وليدي يدير لها بتيت غريب يفا ديكلونشي سا كريز ديراكتومون. داكور. يا اوسي اون شوز اوسي جانسيست عليها، لو تاباجيزم باسيف. التدخين، التدخين ما لازمش يدخلوه في الدار تاع هي اصلا، ما لازمش يدخلوه في دار فيها طفل. ولكن اذا كان الطفل عنده بروبليم ريسبيراتوار يعني مشكل تنفسي، هذه ممنوع من عند باتا. زوجك يدخن في البيت مدام؟ الزوج تاعي متوفي. الله يرحمه ويوسع عليه. الله يرحمه. مي ميم جو ديغي كي يجوا دي زانفيتي ولا ما نحشوش منهم. انا دائما ايفيتي عليه اللي يتكيفوا هكذا، ايفيتي دائما على خاوته كي يكونوا حتى مقريبين نبدل لهم شنابر. جميل. دائما نحطه في الشومبرا وحده معايا وهما وحدهم. مليح مليح. بصح مهما هكذاك ياك تعرف الميديتي. ولكن الرطوبه بالمرات الشمس مليح. فو ايغي، فو بيان ايغي لا شومبر تاع لونفون. لا بوسيير نقول لهم باسكو لا بوسيير كان تاع سا ديكلونش، دونك نقول لهم توجور مسحوا حتى الماده. الماده تاع لا بوسيير هي ثاني تهلكوا. بيان سور لا شيفون ايميت، يفو با ميتر هكا دي موكيت دي تابي لور في لا شومبر دو لونفون. وميم لي جوي دو لونفون كي يكون ان اونفون ازماتيك ما نخلوش يلعب لي جوي لي بيلوش. يشدوا الغبار. يشدوا الغبار. نقولوا بلوتو دي جوي اون بلاستيك، الطفل يلعب طونوبيل بالون، الطفله تلعب بوبيا اون بلاستيك. الغبار. فوالا طونوبيل كامل لا بوسيير. يفو لي لافي ريغوليرمون، تغسلوه لهم، تنقوه لهم باش ما تجيهمش لا كريز. بيان سور. شكرا. شكرا 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 مدام. تفضلي استاذه. فقط في الاخير، انا كذلك ام. احيانا نكون في قاعه الانتظار تاع البيدياتر، نسمعوا نساء يهضروا على اللازم على هاد لا شامب، نشوفهم يعني بدرجه متفاوته من القلق، للدرجه كاين وين باغ اكزومبل مازال ما على بالهاش ديجا خافت قبل ما تلحق لهذيك المرحله. ولكن الشيء اللي انتبهت له حاليا يعني في العصر اللي رانا فيه، ان النساء، ان الامهات بالاخص، شغل هما اللي يكونوا اكثر رعب. يعني نطلب من الازواج انهم يتدخلوا، يعني كان الله يبارك جو ازواج معاهم تقول لك كي تجي لك خيز داس يروح قبل عند بابا، هو يسوكيب، هو يعرف يرعاه. فوالا، كانت الرعايه تاع الاب احسن، لان الاب في هذيك الدقيقه تكون يعني الله يبارك عنده قوات وعنده العقل الثقيل. بارك يتعامل مع هذاك بارابوغ لا مامون، تكون الام حنونه يعني تتكلم تكثر هذاك لو ستريس والقلق يزيد. وبعد الطفل هنا يعني للازواج يكونوا اكثر رعايه بالنسبه للطفل. جميل 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 جميل. دكتوره عندك حاجه تضيفيها ولا؟ سيدير الحاله الاخيره برك النصائح لازم لي بارون يتبعوا يعني الطبيب تاعهم نصائح تاعهم بيان. سيدير جو انا نوش ننصح الامهات كانا بون ما يخافوش من الدواء باسكو سي باساجي، ولازم احنا بيرسونيلمون اون ريكون يعني هاد لاشون كونت اون بريسكري لو تريتمون انالي، نقولوا الاولياء يروحوا يشرو ويجوا ونورو لهم لا ديمونستراسيون سور بلاس، نورو لهم كاش يديروا، نورو لهم الطريقه. جميل. باسكو كاين دي احنا صرات مره ام قلنا لها بون لا با كومبري، قلنا لها ديري عبسي خطره واحسبي لي 10، كي وصلت نوزابيل باغ تيليفون درت له 10 مرات. دونك لا دوز اللي اكسيسيف اون سالبيتامول على بالنا عنده دي زيفي سكوندير. دونك لازم نورو لهم بيان، فهموهم الامهات اللي ما تفهمش تعاود تتصل بالطبيب ديالها المختص تعاود ولا الاب. دونك يفو با سانكيتي ترو، يفو ابليكي لو تريتمون، وان شاء الله باذن الله يعني يبراو هاد الدراري. جميل 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 جميل. اذا كما قالت الدكتوره،
تبعوا ولادكم كي يكونوا صغار وردوا بالكم عليهم كي تشوفوا عندهم مشكل في التنفس ولا واش يقول لكم الطبيب الثاني لازم تتبعوا، لان كي تتبعوا هذاك لو تريتمون هذاك العلاج هذاك وليدكم راح يبرى ان شاء الله، وحنا ماذا بينا تنزل الرحمه على كاع ولادنا. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا، وتقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا .com ولا صفحه الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع اهلنا والبلد، نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقبولة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وأمان، نفوسنا عنها مسؤولة.